تنضم إلينا السيدة لينا قنوع محللة أسواق مالية. أهلا بك يا سيدة لينا. بداية، أسعار نفط مرتفعة بشكل عام، هل تتوقعين استمرار هذه الوتيرة وهل تؤيدين توجه الأسعار نحو 100 دولار للبرميل تقريبا؟ نعم، بالفعل في ارتفاعات ظهرت نشهدها على اسعار الوسط تستمر نتيجه استماع تقرير بترول امريكي الشهر انخفاض المخزونات الخام في الولايات المتحده الامريكيه، وهذا يعني دعم الاسواق، وايضا ما دعم الاسواق من هو الابقاء على سياسه اوبك بلس بنفس الزياده ب 400 الف برميل يوميا بالرغم من ضغوط البيت الابيض وجو بايدن. هل التوقعات تشير إلى استمرار بالفعل لأسعار النفط ربما نصل إلى مستويات 100 دولار؟ نحن نعاني من مشاكل سلاسل التوريد إلا في حال بالفعل تدخل من أمريكا، من الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، فهذا لو تم استخدامه فسوف يضغط على الأسعار، وأيضا الاتفاق النووي مع إيران سوف نترقبه في نهاية 29، فهل سيكون هناك إذا تم الاتفاق يعني هناك زيادة وعودة للصادرات الإيرانية، فبالتالي هذا سيضغط على الأسعار. في حال لم يتم استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية ما زالت نعاني من مشاكل سلاسل التوريد وربما تستغرق حتى عام 2022 حال تلك المشكلة فتستمر بالصعود، وربما نرى مستويات بالفعل كبيرة على أسعار النفط ونرجع مستويات 90 و100 دولار للبرميل. انتقل للشأن الامريكي سيده لينا، فيما يتعلق ببيانات التضخم الامريكيه بيانات ايجابيه مبدئيا، لكن اذا ما ربطناها باسعار الفائده الامريكيه هل ستسرع هذه البيانات من رفع اسعار الفائده الامريكيه؟ نعم، الكل يترقب الأنظار اليوم متجهة إلى مؤشر التضخم خاصة بعد مؤشر أسعار المنتجين الذي أعطانا ارتفاعات بأعلى من أو ضمن التوقعات تقريبا كانت هذه الارتفاعات، ونترقب اليوم في حلول الساعة 5:30 تقريبا بصدور مؤشر التضخم المتوقع 5.8%، وهذا يعتبر مرتفع جدا وإيجابي جدا. هذا المؤشرات المؤشر التضخم بالفعل لو صدر ذلك هل سيقوم الفدرالي الأمريكي رغم تكراري عدة مرات بأن التضخم عابر ومؤقت ويعود فقط لأسباب مؤقتة وستتبدد ارتفاعات التضخم خلال العام المقبل وسوف يعود للانخفاض؟ في حال استمرت ارتفاعات التضخم بالفعل هل سيضطر الاحتياط الفدرالي الأمريكي أن يقوم ب رفع أسعار الفائدة في وقت أكبر، لأن كانت سياسة الفدرالي الأخيرة بأن يستمر بتقليص برنامج شراء السندات بواقع 15 مليار دولار شهريا، فعملية رفع الفائدة سيكون مرتبطة ببعض البيانات في يوليو، فحتى 8 أشهر يعني حتى نهاية تقليص برنامج شراء، لكن مع ارتفاعات التضخم هل سيضطر أنه في وقت أكبر من ذلك؟ نعم. السيدة لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية كنت معنا، شكرا لك. إذن